باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم بنعمة المسيح سوف نصلي معا على قناة جوسبل المزمور المبارك 103، صلاة مسيحية لبداية اليوم حسب قوله: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. نصلي لتحيط بنا بركة الله مع بداية أعمالنا وأشغالنا، لكي يكون المسيح له كل المجد حاكما على يومنا بالبركة والخير والنجاح والتوفيق، ولاتخاذ القرارات الصحيحة ولمواجهة المواقف الصعبة. فحينما نبدأ النهار بشركة صلاة مع الله سوف يكون بالتأكيد يوما مختلف ومليء بالبركة. فإذا أردت أن تكون متميز عند الله عن الآخرين في بداية كل نهار، أكمل الصلاة للنهاية كل يوم قبل بداية أي عمل، لكي تأخذ بركة الصلاة بالشركة الروحية مع الله حسب قوله: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ببركة صلوات العذراء مريم والقديسين والشهداء الأبرار والملاك ميخائيل نبدأ بصلاة المزمور المبارك. المزمور المبارك 103 على قناة جوسبل، بركته على جميعنا أمين. بارك يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا، كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظ عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. بارك الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. بارك يا نفس الرب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أقف أمامك يا رب في بداية هذا اليوم لأكون معك في شركة روحية، وليتمجد اسمك القدوس في حياتي اليوم وكل يوم. اسمح لي يا رب أن أسجد تحت قدميك لأطلب الاستحقاق أن أقف أمامك وأصلي وأسبح باسمك القدوس، وأنا أعدك يا رب أن أصلي لك كل يوم قبل بداية أي عمل، لكي أنول بركة استحقاق السجود أمامك، وأن تقبلني بكل خطاياي الثقيلة، وأن تغفر كل أثامي المستعصية. اسمح لي يا رب أن أجعل قلبي مذبح لك لأصلي بكل وجداني وروحي وعقلي. أيها الرب يسوع المسيح، نرفع إليك قلوبنا شاكرين على كل ما قدمته لنا وعلى كل نعمك التي لا تعد ولا تحصى. نحمدك يا رب
لأنك أنت الله القدوس خالق السماء والأرض. نحمدك لأنك أحييتنا اليوم وحفظتنا حتى هذه اللحظة. نحمدك لأنك أعطيتنا يوما جديدا وفرصة جديدة لكي نكون في شركة روحية معك. نحمدك لأنك أنت وحدك الإله المعطي. نحمدك لأنك أنت وحدك الإله المحب العادل. نحمدك لأنك أنت وحدك القادر على كل شيء، لأنك خلقت الكون بكلمة قدرتك وخلقت الإنسان على صورتك ومثالك ومنحته نعمة الحياة الأبدية، ولكن بسبب الخطية فقد الإنسان هذه النعمة فمات روحيا وجسديا. ولكنك يا رب في محبتك الفائقة أرسلت ابنك الوحيد يسوع المسيح ليخلصنا من الخطية والموت، فمات عنا يسوع على الصليب وقام من بين الأموات ومنحنا الحياة الأبدية. نشكرك يا رب على محبتك لنا وعلى خلاصنا الذي قدمته لنا في ابنك الوحيد يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا وشفيعنا. نحمدك يا رب على كل أعمالك العظيمة، نحمدك على سخاء عطاياك أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا. نضع أمامك كل أخطائنا التي نعرفها تحت قدميك لكي نتوب عنها، ونتوب عن كل أفكارنا وكلماتنا وأعمالنا التي لا ترضيك. نتوب عن كل عنادنا وكبريائنا. نتوب عن كل محبتنا للذات وكراهيتنا للآخرين. نتوب عن كل تعلقنا بالأمور المادية ونسيانك يا رب. ساعدنا على التوبة الصادقة الكاملة، وامنحنا قلبا جديدا يحبك ويطيعك كل يوم. نتوب عن الخطايا كلها التي ارتكبناها بالفكر أو القول أو الفعل. نتوب عن الذنوب كلها التي صدرت منا، سواء كانت ضدك أو ضد أنفسنا أو ضد الآخرين، ظلما بالجسد أو بالروح، أو ظلما بالمال أو بالطمع. نتوب عن ذنب البغض والكراهية والحسد، ذنبا أدى إلى القطيعة أو العداوة. نتوب عن الذنوب كلها التي أفسدت العلاقات بين الناس. نتوب عن كل ذنب أسأنا به إلى أنفسنا، سواء كان ذلك ذنبا بالتدمير الذاتي أو بالانحراف أو بالإدمان، ذنبا أضر بصحتنا أو سعادتنا أو علاقتنا. نتوب عن الذنوب كلها التي أبعدتنا عنك يا رب وعن طريق تعاليم مخلصنا يسوع المسيح. نطلب منك يا رب أن تعطينا نعمة التوبة الصادقة والكاملة. نطلب منك أن تطهرنا من كل دنس الخطية. نطلب منك أن تمنحنا محبتك ورحمتك وسلام. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا وملكنا، نطلب منك أن تبارك يومنا هذا وأن تحفظنا من كل شر. نطلب منك أن تمنحنا البركة والخير والرزق. نطلب منك يا رب أن تكون حاكما على يومنا هذا وكل حياتنا. نطلب منك أن نأخذ القرارات الصحيحة في كل أمور حياتنا. نطلب منك أن تجد الحل الأمثل لكل الأمور المستعصية. نطلب منك أن نستطيع أن نواجه صعاب اليوم وباقي الأيام. نطلب منك أن تحفظ أولادنا من كل مكروه. نطلب منك أن تشفي المرضى. نطلب منك أن ترحم الأرامل والأيتام والأطفال والشيوخ. نطلب منك أن تسند الضعفاء وتعطيهم القوة والقدرة. نسألك يا رب أن تباركنا اليوم في أعمالنا ورزقنا، وأن تجعلنا موفقين في كل ما نقوم به تحت اسمك القدوس. نسألك أن تفتح لنا أبواب البركة والخير اليوم، وأن تجعلنا نعيش في رخاء وسلام. نسألك أن تبارك بيوتنا وعائلاتنا، وأن تجعلها بيوتا للسلام والفرح. نسألك أن تبارك أولادنا وبناتنا، وأن تجعلهم صالحين وناجحين في حياتهم. نسألك أن تبارك أموالنا وخيراتنا، وأن تجعلها تزيد وتثمر في الخير. نسألك أن تبارك أعمالنا الخيرية، وأن تجعلها تعود بالخير على كل من حولنا. نسألك يا رب أن تكون حاكما على يومنا وكل أيام حياتنا. نسألك أن تقود خطواتنا في الطريق الصحيح، وأن تحفظنا من كل شر، وأن نجد الحل الأمثل لكل الأمور الصعبة.
نسألك أن نستطيع أن نواجه كل صعاب هذا اليوم وباقي أيام حياتنا، وأن نعيش في سلام وأمان. نسألك يا رب أن تحفظنا وتحفظ أولادنا من كل مكروه. نسألك أن تحميهم من كل شر. نسألك أن تشفي المرضى منهم وأن تمنحهم الصحة والعافية. نسألك أن ترزقهم بالحكمة والفهم وأن تجعلهم صالحين وناجحين في حياتهم. نسألك يا رب أن تساعدنا وتعطينا القوة والسند. نسألك أن تفرح قلوبنا وترفع شأننا تحت اسمك القدوس. نسألك أن تجعلنا مثالا للصبر والتفاؤل. نسألك يا رب أن تستجيب لطلباتنا وأن تبارك كل يوم من أيام حياتنا، وأن تبارك يومنا هذا وكل أيام حياتنا. أيها الرب يسوع المسيح، نشكرك يا رب على حياتنا التي منحتنا إياها بحكمتك. نشكرك على صحتنا وعافيتنا التي تحفظها لنا بعنايتك. نشكرك على عائلتنا وأولادنا الذين جعلتهم لنا سندا وعونا بقدرتك. نشكرك على بيوتنا وأموالنا التي هي مصدر رزقنا وراحتنا التي أعطيتنا إياها. نشكرك على وظائفنا ونجاحاتنا التي تجعلها تساهم في بناء حياتنا وحياة أولادنا. نشكرك على نعمك الروحية التي هي أعظم نعمة علينا. نشكرك على نعمة الإيمان التي تجعلها نعرفك ونحبك. نشكرك على نعمة الخلاص التي تجعلنا أبناء لله. نشكرك على نعمة محبتك ورحمتك التي تحيط بنا وتحمينا. نشكرك على نعمة الفرح والسلام والأمل التي تملأ قلوبنا. أيها الرب يسوع المسيح، إلهنا ومخلصنا، نسجد أمامك اليوم يا رب، ونتعهد أمامك أن نحبك ونطيعك. نتعهد أن نعيش في سلام ومحبة مع بعضنا البعض. نتعهد أن نخدمك في هذا العالم وننشر كلمتك المقدسة. نتعهد أن نعيش حياتنا وفقا لتعليم السيد المسيح. نتعهد أن نحب أعداءنا ونصلي من أجلهم. نتعهد أن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الآخرين. نتعهد أن نكون نورا في العالم ونشهد للمسيح في كل مكان نذهب إليه. نتعهد أن نكون قدوة صالحة للآخرين. نتعهد أن نعيش حياة نقية وطاهرة. نتعهد أن نكون مخلصين لله في المسيح يسوع ربنا. نتعهد أن نخدم الله بقلب نقي وصادق. نتعهد أن نكون مخلصين في التزاماتنا. نتعهد أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا. نتعهد أن نكون عادلين في معاملاتنا مع الآخرين. نتعهد أن نكون مخلصين في محبتنا لله وللآخرين. نتعهد أن نكون صادقين في الإيمان. نتعهد أن نكون أقوياء في الصبر. نتعهد أن نكون متمسكين بالأمل. نتعهد أن نكون ثابتين في المحبة. نتعهد أن نكون شاكرين لكل ما قدمته لنا. نتعهد أن نحمدك على كل نعمك. نتعهد أن نكون سعداء بعطاياك. نتعهد أن نعيش حياتنا بشكر وفرح. أيها الرب يسوع المسيح، مخلصنا وشفيعنا، اجعلني أن أسلم لك حياتي كلها اليوم وكل يوم. نسلم لك أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا. نسلم لك مخاوفنا وأمالنا وأحلامنا. نسلم لك كل ما نملك وكل ما ليس لدينا. نسلم لك كل ما نملك وكل ما ليس لدينا. نسلم لك أنفسنا. نسلم لك قلوبنا وعقولنا وأرواحنا. نسلم لك كل ما نحن عليه وكل ما يمكن أن نكون عليه. نسلم أنفسنا لك تماما وبلا قيد أو شرط. نسلم لك حياتنا اليومية. نسلم لك كل ما نواجهه في كل يوم. نسلم لك كل التحديات والصعوبات والأزمات. نسلم لك كل الأفراح والنجاحات. نسلم لك كل ما يحدث لنا اليوم في حياتنا وكل يوم. نسلم لك مستقبلنا. نسلم لك كل ما يخبئه لنا المستقبل. نسلم لك كل ما نخطط له وما لا نخطط له.
نسلم لك كل ما نأمله وما نخشاه، نسلم لك كل ما يخصنا، نسلم لك كل ما لدينا وما ليس لدينا، نسلم لك كل ما نعرف وما لا نعرف، نسلم لك كل ما نرى وما لا نرى، نسلم أنفسنا لك يا رب، لأننا نثق بك، نثق بمحبتك ورحمتك، نثق بحكمتك وصلاحك، نثق بأنك ستهتم بنا وترشدنا وتحمينا اليوم وكل يوم. أيها الرب يسوع المسيح ملك السلام، اجعلنا نختم هذه الصلاة اليوم باسمك، ختم السلام والمحبة والفرح. نطلب منك أن تضع ختمك على حياتنا، ختم سلامك الذي يفوق كل فهم، ختم محبتك التي تغفر كل شيء، ختم فرحك الذي يملأ قلوبنا. نريد أن نعيش في سلامك، سلامك الذي لا يتزعزع، سلامك الذي يتخطى كل فهم. نريد أن نعيش في سلام معك يا رب، سلام مع كل من حولنا، سلام مع أنفسنا. نريد أن نعيش في سلام حتى في وسط الاضطرابات والشدائد. نريد أن نحب بعضنا البعض بمحبتك، حبك الذي يغفر كل شيء، حبك الذي يربطنا معا. نريد أن نحب بعضنا البعض كما تحبنا أنت، محبة غير مشروطة، محبة متسامحة. نريد أن نحب بعضنا البعض حتى لو كنا مختلفين، حتى لو أخطأنا، حتى لو لم يستحقوا حبنا. نريد أن نعيش في فرحك، فرحك الذي لا ينتهي، فرحك الذي يملأ قلوبنا. نريد أن نعيش في فرحك حتى في وسط الآلام والأحزان. نريد أن نعيش في فرحك حتى في وسط التجارب والضيقات. نريد أن نعيش في فرحك حتى في وسط الموت. نطلب منك أن تضع ختمك علينا اليوم، ختمك الذي يحمينا من الشر، ختمك الذي يرشدنا إلى الطريق الصحيح، ختمك الذي يعطينا الأمل في المستقبل. نريد أن نكون محميين من كل شر، نريد أن نكون مرشدين إلى الطريق الصحيح، طريق الحياة والخلاص. نريد أن يكون لدينا أمل في المستقبل، أمل في الحياة الأبدية معا. نختم هذه الصلاة بمجد اسمك القدوس، ختمك الذي يوحدنا معا، ختمك الذي يجعلنا واحدا في جسد المسيح. يا رب، وحدة في الحب والإيمان والأمل، وحدة في الخدمة والشهادة، وحدة في الفرح والسلام. قدوس 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 رب الصباوط، السماء والأرض مملؤتان بمجد الله. توكلت عليك يا رب في بدء هذا اليوم. لا تنسوا إخوتي في المسيح أن تصلوا بهذه الصلاة كل يوم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة جوسبل لتصلك كلمة الله وكل الصلوات المتواجدة مع المزامير. بركة يسوع المسيح وبركة صلوات العذراء مريم والقديسين والشهداء الأبرار والملاك ميخائيل فلتكن معكم الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. آمين. رجاء محبة الاشتراك في قناة جوسبل وتفعيل جرس الإشعار لتصل لكم كلمة الله.